مرحبا بكل مشاهدي تلفزيون سوريا، حلقة جديدة من أوكازيون لهذا السبت. يحتفل السوريون في كل عام بمهرجان الخيام العائمة، وهو تقليد سنوي رائع ينشر الفرح في شمال سوريا، حيث يغطس الأطفال والنساء في الوحل والماء البارد كنوع من التسلية، ثم ينامون وتزرب الخيام على رؤوسهم في لعبة تسمى تحدي الماء، ثم يتحممون بالماء البارد لأنه يحسن من بشرتهم التي تأذت خلال مهرجانات الشمس الحارقة في الصيف الماضي. الجميل أن هذه المهرجانات لا تكلف كثيرا من الأموال، وبالتالي لا تحتاج إلى دعم أحد، وما أجملها من صور نتناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي ونلصق بها زورا وبهتانا كلام محمود درويش: لا تنسى شعب الخيام. عزيزي المشاهد، كل ما تراه في المخيمات أو من مخيمات غارقة محض مهرجانات وألعاب، لكنه مهرجان ذل ومرض وألعاب موت وخذلان. رفع جديد لسعر البنزين في مناطق النظام، وضع مأساوي وطوابير تطول كل يوم. ودائع السوريين في بنوك النظام، مليارات مجهولة المصير. وفي ملفنا الرئيس: قسد والنظام، مصالح اقتصادية أم اتقاء شر؟ نبدأ حلقتنا لليوم بمجموعة من الأخبار المنوعة، حيث رفعت حكومة النظام أسعار البنزين ليصبح سعر اللتر المدعوم 475 ليرة سورية، صعودا من 450 ليرة للتر الواحد. كذلك حددت وزارة التجارة التابعة للنظام سعر اللتر غير المدعوم ب 675 ليرة، صعودا من 650 ليرة. أيضا مع رفع الأسعار في مناطق النظام، حيث حددت محافظة دمشق حددت تسعيرة إشغال المواقف، مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وتم تحديد بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع العام ب 150 ألف والقطاع الخاص ب 250 ألفا. تداولت وسائل إعلام وصفحات على الفيسبوك تابعة للنظام خبرا حول عزم البنك المركزي التابع للنظام إصدار عملة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية، وأضافت المصادر أن هذا القرار سيهيئ الأجواء لارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والملابس والعقارات أكثر مما هي عليه الآن أصلا. قال مدير المؤسسة العامة للتبغ التابعة للنظام إن مبيعات الدخان المحلي قاربت 78 مليار ليرة في 2020، يضاف إليها بيع 709 أطنان من السجائر الأجنبية بخمسة مليارات وستمائة مليون ليرة، وأصبع السيجار أي الهافانا ب 76 مليون ليرة لتناهز مبيعات المؤسسة 84 مليارا و600 مليون ليرة. إذا قرأنا هذه الأرقام بتمعن نلاحظ أن الناس تحتاج إلى متنفس حتى وهي جائعة. أصدر رئيس حكومة النظام قرارا بالموافقة على تغيير اسم بنك عودة إلى بنك الائتمان الأهلي، وكان بنك بيمو السعودي الفرنسي قد اشترى 49% من أسهم بنك عودة قبل نحو أسبوع، أي ما يعادل 22 مليون سهم. هذا البنك، بنك بيمو اللي ذكرته قبل قليل، ينتمي للبنك الأم في لبنان، أي مملوك جزئيا له. ويقول محللون اقتصاديون أن سبب هذا البيع تم بسبب الضغط، ضغط العقوبات الأمريكية. ارتفعت ودائع السوريين لدى القطاع المصرفي التابع للنظام إلى نحو 7 تريليونات ليرة سورية بنهاية 2020، مع مقارنة مع 4 تريليونات ونصف تريليون ليرة سورية نهاية 2019، محققة بذلك نمو بلغ 59%، أي ما قيمته تريليونان ونصف تريليون ليرة بحسب تقرير مصرف سوريا المركزي. كشف
موقع الاقتصاد المقرب أو الاقتصادي المقرب من النظام عن حجم التبادل التجاري بين النظام ودولة الإمارات، والذي بلغ تقريبا 5 مليارات دولار. وبحسب الموقع فإن الفترة بين عامي 2017 و2019 هما الأكثر نشاطا للتبادل التجاري بين البلدين. يبدو أن قانون قيصر فقط على المدنيين حتى الآن. منعت مديرية حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام عمليات البيع عبر الإنترنت من دون الحصول على سجل تجاري، وأضافت المديرية أنها ستتابع الشكاوى وضبط المخالفات التجارية عبر الإنترنت بعد أن أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير. أعلن خلال الأيام الماضية عن إعادة افتتاح معبر الصالحية في ريف دير الزور الشرقي بين مناطق النظام ومناطق قوات سوريا الديمقراطية، حيث يعمل المعبر على ضمان تدفق النفط والبضائع والمدنيين، ما يرجع بفوائد اقتصادية جمة على الطرفين. لكن لم يكن المعبر وحده ما دعانا لنقاش العلاقة الاقتصادية بين النظام وقسد، ما دعانا هو حجم ونوع ما يتم التبادل التجاري فيه بين الطرفين وكيفية دعمه من القوى الكبرى الموجودة على الأرض السورية. تقرير عبدالله طعمي ونعود للنقاش. تتخذ العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام شكلا غير مألوف في سوريا منذ عام 2011، حيث تتسم هذه العلاقة بالضبابية، وخلف هذه الضبابية اتفاقات عسكرية واقتصادية مع تصريحات هجومية من الطرفين أحيانا. فيحتار المتابع بين إذا ما كانت قسد مثلا تعتبر النظام حليفا، أو إذا ما كان النظام يرى في قسد أداة. أحد الأمور المستجدة هو المعبر الواقع بريف دير الزور الشمالي المسمى معبر الصالحية، حيث تم تداول أخبار عن افتتاحه مرة أخرى وبدء الحركة البشرية والتجارية بين مناطق قوات سوريا الديمقراطية والنظام بعد نحو عام على إغلاقه. تبع هذه الأخبار حديث عن إغلاق قسد لهذا المعبر مرة أخرى، لكن الحديث الأخير لم يثبت بعد. لكن وببحث أشمل تبدو قضية معبر الصالحية قضية هامشية بالنظر إلى كمية الاتفاقات التجارية وعمليات نقل النفط والحبوب وتبادل البضائع على نطاق واسع، حتى إن هذه العمليات باتت منظمة ومنسقة ولم تعد عمليات تهريب تحصل تحت جنح الظلام كما كانت خلال الأعوام الماضية التي اتسمت كذلك بالاستغلال وبالتصريحات الحادة بين الطرفين. خلف هذه العلاقات الاقتصادية الواعدة يكمن طرفان مهمان، روسيا والولايات المتحدة. فالأولى يبدو أنها عرابة الانفتاح الاقتصادي بين الطرفين من خلال الضغط على النظام وتقديم بعض الضمانات لقوات سوريا الديمقراطية، فيما يبدو دور الثانية كامنا بالصمت دون تدخل، رغم تصريحات سابقة طلبت من القوات الكردية الالتزام بقانون قيصر فيما يخص العلاقات مع النظام، لكن هذا لم يتم، وخطوط النفط والتبادل التجاري مستمرة وتؤتي أكلها على الأقل في الفترة الحالية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الصحفي سامر الأحمد. مرحبا بك سامر. مرحبا يا را، الله مساء. أهلا بك. بداية سامر، فعلا ما هي أهمية اليوم معبر الصالحية ربما لكلا الطرفين، إغلاق وفتح بأوقات جدا متقاربة؟ نعم تأكيد، يعني هذا المعبر ليس الوحيد بين الطرفين، ما بين منطقة شرق الفرات ومناطق النظام السوري. هناك أيضا معابر في منبج وفي ريف الرقة ومعابر مائية وكثير، صحيح، من المعابر. ولكن ما هي يعني ما المهم بالنسبة للنظام وقسد من هذا المعبر بالذات؟ قسد أعتقد لجأت إلى فتح المعبر والتفاهم مع النظام من أجل قطع الطريق على المهربين. نعلم أن نهر الفرات هو نهر طويل في سوريا وخاصة في محافظة دير الزور، وله يعني السكان المحليين يعرفون كيف يتم النقل وتهريب المواد عبر الماء عبر زوارق صغيرة أو عبر طرق مختلفة أو العبارات، ما يعرف العبارات في المنطقة. قسد تريد ضبط الأمر، تريد
يعني المهربين يقومون بتهريب المواد بعيدا عن عيون قصد لا تستفيد منها ماديا. بالتالي اليوم تم تنظيم الأمر، النظام يستفيد وقصد تستفيد بشكل معلن، وتخفيف قصة المعابر التهريب شبكات التهريب هذا يخفف كثيرا عن قصد مراقبة أمنية، لأنه الأمريكان نعلم خلال الفترة الماضية ضربوا عدة معابر، دمروا عدة معابر كانت على نهر الفرات. اليوم تحاول قصد ضبط التبادل التجاري مع النظام عبر المعابر الرسمية، مثل ما قلت هناك معبر في الرقة، معبر في دير الزور، معبر في منبج، هذه معابر يستفيد منها النظام بشكل كبير، تستفيد قصد منها بشكل كبير، تشكل موارد مالية مهمة جدا للطرفين في هذه الفترة الحرجة من وأيضا موقع معبر الصالحية كما يقال أنه نقطة أصلا التماس الوحيدة وتشمل العديد من الأطراف المتصارعة، فكانت هي السبب ربما لحساسية هذا الموقع. صحيح بالتأكيد، لكن هلا قصد تحاول من هذه المعابر والإعلان عنها بشكل رسمي تحاول طمأنة الأمريكان أنها لا يمكن أن تسمح بتهريب أسلحة وما إلى هنالك، ولكن تخالف قانون قيصر، تحاول لعب هنا قوات سلطة الديمقراطية على موضوع هو الاستثناءات الأمريكية. نعلم بالعقوبات الأمريكية على إيران، مثلا تم منح استثناءات لبعض الدول من أجل شراء النفط منها تركيا. يوم قصد تحاول عمل نفس الشيء مع قانون قيصر. النفط في الجزيرة السورية معروف أنه كميات كبيرة، قصد تسيطر على أكثر من 80% من النفط السوري. صحيح. الذي كان قبل الثورة السورية يصل إلى 400 ألف برميل أو أكثر. فاليوم نتحدث عن مصدر تمويل رئيسي قصد، تحدث عن 12 مليون دولار شهريا ورجال نفط تقوم قصد ببيعه للنظام عبر وسطاء أمثال قاطرت. صحيح. يعني تقصد أن قسد تمرر النفط اليوم إلى مناطق النظام بموافقة أمريكية، يعني بغض طرف أمريكي حتى الآن، لأن الآن إدارة بايدن ما سيكون، لكن بالتأكيد الأمريكان يريدون تخفيف العبء المالي عنهم. نعلم أن مناطق قوات سلطة الديمقراطية هي مناطق واسعة تشمل 3 محافظات تقريبا، هذه المناطق بحاجة إدارة موارد، بحاجة خدمات، يعني هناك مثلا تعداد قوات سلطة الديمقراطية بالآلاف من أين يحصلون على مرتب مثلا، أو الموظفين المدنيين للإدارة الذاتية، أو حتى قصد تقوم بتمويل بعض نشاطات حزب العمال الكردستاني خارج الحدود. أيضا سامر هناك وجهتان نظر حول هذا الموضوع، هناك من يقول لك أن هذه النقطة هي نقطة تنافس روسي أمريكي، في وجهة أخرى يقال أن روسيا اليوم تحاول فتح المعابر التي تدر بالخيرات على النظام لتقوية أوراق النظام أمام المجتمع الدولي. بالتأكيد اليوم روسيا في وضع يعني في وضع مأزوم في مناطق سيطرة النظام، روسيا لا تستطيع تغطية تكاليف على الأقل تزويد النظام بالمواد الرئيسية مثل الوقود والطحين. قصد المصدر الرئيسي للوقود والطحين في سوريا. روسيا لا يمكن أن تقوم بتغطية مساحة كبيرة النظام يسيطر عليها، هناك على الأقل نتحدث عن 10 مليون سور يعني مناطق النظام، روسيا لا تستطيع تحمل ذلك. هي دولة الاحتلال تحاول عبر قسد، إذا نتحدث خلال شهر 10 يارا الإدارة الذاتية سلمت النظام 50 ألف طن من القمح، من قمح الجزيرة، فيما كان قبل يومين فقط كان هناك أزمة خبز في القامشلي مثلا. نتحدث عن مبالغ كبيرة، نتحدث مثلا عن أرقام النفط قسد تبيع. طب ما مصلحة قسد سامر اليوم من تمرير هذه الخيرات كلها لمناطق النظام والإبقاء على مناطقها جائعة؟ يعني أنت ذكرت القامشلي، وهناك أيضا سمعنا عن مناطق كثيرة أخرى لا يوجد فيها يعني لا نفط ولا حتى قمح، وهي المادتين الرئيسيتين أصلا لأهل الجزيرة. صحيح. على قصد نعلم أنها تحاول اللعب على عدة أطراف، خاصة هناك مشكلة اقتصادية وسياسية مع إقليم كردستان العراق، وهناك مشكلة سياسية وعسكرية وأمنية مع تركيا. فقصد المنفذ الوحيد لها حاليا هو النظام السوري. تحاول قصد إقناع الإدارة الأمريكية بفتح معبر من أجل بيع النفط بشكل رسمي عبر إقليم كردستان العراق، حتى الآن لم تنجح بسبب رفض تركيا، ووجود الحشد الشعبي أيضا يمنع فتح هذه المعابر. ايضا هذا الامر نعم هناك حساسيات من جهه ايران، ويعني عده قصص قصد تحاول اليوم، لا يوجد لديها معبر لتمرير هذه الموارد الطبيعيه. النفط هو كميه كبيره لا يمكن تصرفه في السوق المحلي او حتى بيعه لمناطق المعارضه، كميه كبيره نتحدث على الاقل انه قصد تستفيد من
20%، فنتحدث عن 100,000 طن، 100,000 برميل باليوم، فنتحدث عن كمية كبيرة. القمح يعني محافظة الحسكة قبل الثورة كانت تنتج 1,000,000 طن، فقبل الثورة حصل هناك إشكالات، تنتج يقال تقديريا ما بين 200,000 إلى 300,000 طن، فهذا أيضا مبلغ يعني كمية كبيرة من القمح يتم تصديرها. بالعادة كان النظام يصدرها إلى خارج سوريا، فاليوم قصد للأسف لجأت إلى إفراغ الصوامع، لجأت إلى مصادرة منع السكان من تخزين القمح. يعني السكان، وبالتالي استعماد اقتصاد المنطقة سياسيا. يعني أيضا هناك وجهات نظر تقول أنها تتقرب اليوم من النظام لتكون حلف أمام فصائل المعارضة. يعني هذا أعتقد العلاقة الاقتصادية ما بين الطرفين فرضت له براغماتية الواقعية. الطرفين يحتاجون بعضهم. أنا بس في يعني أمر إشارة إليه، بيع النفط قصد صحيح تكسب مثلا 12 مليون دولار شهريا، ولكن بيع النفط من نظام بأقل الأسعار العالمية بكثير. الأسعار عندما كانت 50 للبرميل كانت قصد تبيع ب 10 و 15 و 20 للبرميل. فالفارق كبير بصراحة، النظام مستفيد جدا، النظام معاقب لا يستطيع شراء النفط من خارج السوق، فيستفيد من هذا النفط اليوم بشكل كبير. يعني حتى أن هناك مشاريع لبناء مصافي جديدة، النظام تحاول مع الإيرانيين ومع الروس إعادة تأهيل مصفاة حمص مع شركة إيرانية، قريبا سيبدأ العمل بإنشاء مصفاة ثانية في منطقة بانياس. هذا العمل كله النظام يحاول التغلب على قانون العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة عليه، وأيضا الوحيد للنظام. نعم، وأيضا يعني عام 2020 شهد فتح العديد من المعابر بين منطقة الجزيرة السورية وحلب وباقي المناطق السورية، واليوم فعلا نشاهد أن أثر الجزيرة بدأ واضحا برفع معنويات الاقتصاد وتقوية أوراقه، وهذا ما تحتاجه روسيا كما ذكرت للاستفادة على المدى البعيد. دعنا ننتقل سامر لتوضيح هذه الأمور للمشاهدين لمن لا يعلم بجغرافيا منطقة الحسكة، حيث تضم العلاقات الاقتصادية بين قوات سوريا الديمقراطية ونظام الأسد تفاصيل كثيرة حول عمليات التبادل التجاري ومكانها، حيث تعج مناطق شرق وشمال شرق سوريا بالمعابر غير الرسمية، كما يتم استيراد وتصدير كل شيء تقريبا بين الطرفين، ما يجعل هذا المسار الاقتصادي يزداد توسعا كل يوم، ويستفيد الطرفان أيضا ماليا بشكل مستمر. سامر، بالعودة إليك، يعني وفعلا اليوم شرحنا هذه المعابر ووجود هذه المعابر، وأنت أيضا ذكرت أن هذه المعابر تعود بالمنفعة حتى على المدنيين، يعني بدلا من أن يسافروا 70 كيلومتر اليوم، أو عفوا نعم 70 كيلومتر أصبحت 7 كيلومتر، فكم هي توفر اليوم للمدنيين سهولة بالحياة؟ سهولة بالحياة، ولكن هذه المعابر أيضا تبتز المدنيين من ناحية كبيرة. يعني اليوم من يريد السفر إلى دمشق مثلا من دير الزور عليه أن يعبر إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية أولا، ثم يتجه من جنوب من شرق دير الزور إلى جنوب الحسكة دخول مطار قامشلي ليحجز طيران عبر طائرات الجوية من مطار قامشلي رحلة أو رحلتين أسبوعيا عبر طائرات يوشن أو طائرات مدنية. المبالغ لا تتخيلينها يا أرى، يعني السفر مثلا على جنحة الشام لشركة خاصة تأخذ حوالي 250 ألف على الراكب الواحد، يعني حوالي 100 دولار لدمشق فقط، بينما يعني نعلم أن 100 دولار هو سعر تذكرة سفر مثلا من تركيا إلى باريس ممكن، فنتحدث عن مبلغ كبير يحصله النظام من هذه المناطق، إضافة إلى أن المواطن يدفع مبالغ كبيرة في الطريق لحواجز قسد ولحواجز النظام. أما اليوم معبر الصالحية ممكن إذا النظام سمح مثلا بعبور المدنيين، حتى الآن لا يوجد يعني تسهيلات كبيرة للمدنيين لأن هناك تشديد أمني وبحجة مخاوف من تسلل مقاتلي داعش من الطرف. فهذا لو تم السماح بتبادل المدنيين، أنا أعتقد أن عدد كبير من المدنيين في مناطق النظام في دير الزور الغربي سينتقلون إلى ريف دير الزور الشرقي كمناطق ديمقراطية لأنها الأكثر استقرارا، لأن نعلم أن يعني حتى الأسبوع الماضي هذه المنطقة تعرضت لعشرات الغارات الجوية الإسرائيلية بسبب وجود الميليشيات الإيرانية، فهي غير مستقرة أمنيا، تنظيم داعش ينشط فيها أيضا، لا يوجد موارد محاصرة هذه المناطق، الناس يعني تموت من يعني بصراحه حتى اكل حتى خبز ما فيها هاي المناطق اليوم حتى على مستوى المواش واسط الديمقراطيه. وهذا السبب سامر لاستياء اهالي دير الزور وخروجهم بمظاهرات دائما اثر افتتاح هذا المعبر؟ صحيح، بالنسبه للمظاهرات هؤلاء يعني المناطق المحاذيه لقوات النظام هاي كلها تعتمد على التهريب مع قوات النظام، افتتاح معبر رسمي يعني قطع ارزاق هؤلاء بالتاكيد، فهذا سبب من اسباب الاحتجاج، وخاصه
أن أهالي المنطقة خرجوا باحتجاجات العام الماضي طالبوا بوجود حصة نفطية. يعني نعلم أن دير الزور يوجد فيها حقول غزيرة وحقول نفط كبيرة تستفيد قصد تبيع النفط للنظام، لا يعود عائدات النفط لا تعود بالخير على أهل المنطقة. يعني هو كلنا يذكر البارحة صورة لفرانس بريس في غريق المالكية للطفل الذي يجمع القمامة وخلفه أبار نفط. هذه هي صورة يعني بصراحة يعني تدرس للأسف. يعني هم أهل النفط وأهل المنطقة ويتم بيع النفط بتبادل ما بين أبو دلو وهو تاجر من طرف قسد والقاطرجي، ويتم تسليم المبالغ في مطار القامش لقسد. قسد تقوم، يعني هناك معلومات مؤكدة أنه تقوم قسد بتهريب جزء كبير من هذه الأموال إلى جبال قنديل، لا يستفيد منها أهل المنطقة. يعني لا يوجد تأهيل مثلا يكون التغطية، الكهرباء ما زالت هناك مشكلة، منطقة نفطية وتنقطع فيها الكهرباء أيضا هذه مشكلة حتى الآن. الماء مثلا حتى المياه لم يتم حلها. هناك عدد من المشاكل الكثيرة في المنطقة، يعني فرضت على السكان القيام باحتجاجات بالقصد لأنه هناك إدارة موارد سيئة لا تعود على السكان. يعني السكان يستفيدون من هذه الموارد. المنطقة غنية بالقمح وهناك أزمة خبز، غنية بالمياه، غنية بالمياه وهناك أزمة ماء، والمنطقة عطشة، غنية بالنفط وهناك أزمة اليوم السكان يبردون. يعني تخيلي لا يوجد زيت ولا يوجد وقود لحاجة التأمين لمناطق شرق الفرات، أنا أتحدث عن قصد وليس مناطق النظام. يعني كيف يمكن لمنطقة مثلا ليست محاصرة، هناك معابر، هناك طبعا هي آمنة نسبيا يعني نظرا لغيرها من المناطق. يعني كأنك تتحدث اليوم عن بلد شبيه ومجاور لنا وهو العراق، موضوع وفرة النفط والأولاد جائعين، يعني حقيقة بيشبهوا بعض كتير. إذا بدنا نحكي شوي، نحن تكلمنا اليوم عن معبر الصالحية ومدى أهميته بالدير، أيضا هناك معبر الطبقة الذي تستفيد منه قسد بشكل مباشر ولا تستطيع الاستغناء عنه حتى الآن، الذي يصل الرقة بحلب. صحيح، هذا المعبر مهم جدا. هذا المعبر هو الأقصر باتجاه القامشلي، فعبور قواعد النفط من حقول الرميلان وحقول قراتشوك، إضافة إلى أن القمح الذي يتم النظام يقوم بشراءه من الإدارة الذاتية ويخزنه في منطقة جرمز جنوب مدينة القامشلي، يتم نقله عبر الطريق M4 حتى عين عيسى. من عين عيسى يتم الانحراف جنوبا إلى طريق الرقة الطبقة، ثم يدخل إلى منطقة بادية الرقة وينتقل إلى حلب ودمشق وحماة. النظام يستفيد القمح، يعني حتى الآن أزمة الخبز النظام يحاول تجاوزها، ولكن بالمقابل هناك أزمة خبز تحصل في عند أهل القمح. يعني في القامشلي الأسبوع الماضي كان هناك أزمة خبز، بينما قبل شهر تقوم قسد بتسليم 50,000 طن من القمح للنظام. فهذه إدارة موارد عجيبة. هناك مطاعم القامشلي، ولكن قسد تقوم ببيع النظام القمح لأن سعره أغلى ولأنه أوفر بالنسبة لقسد، لا يستلزم يد عامة كبيرة تقوم بطحنه وجمع وتغليف الجديد. فقسد تقليل جدا من موضوع بيع الحبوب إلى النظام. إضافة قسد يعني موضوع شراء بشرط أنه موضوع مثلا تصدير المواشي الغنية بالمواشي وأدى إلى رفع سعر اللحوم. المواشي بينما كانت قبل 3 أو 4 بداية الثورة مثلا اللحوم في الجزيرة هي بنصف سعرها في مناطق النظام، يعني كانت رخيصة نوعا ما. يعني مدنين. بلد الخير، يعني من كان يتوقع أن يجوع أهل الجزيرة سامر؟ فعلا هذه المفارقة جدا يعني محزنة لما نفكر فيها بهذا الشكل. وجود قصد أيضا ودخولها، تفضل سامر. نعم، لا نقصد منع هذه الموارد على المدنين في مناطق النظام، لكن للأسف النظام عندما يأخذ هذه لا تعود على المدنين، يكون بيعها بأضعاف سعرها المدنين أو تهريبها. مثلا هناك معلومات أن يتم تهريبه إلى مناطق أخرى عبر تجار الحسواني وغيرها. حتى في درب مؤخر كان هناك يقال من الحسواني هذا التاجر كان يقوم ببيع النفط لشركات التسجيل. يعني هناك عملية شركات السجاء للأسف هي شركات تجار الحرب وراء الحرب، المدنين لا يستفيدون منها بكل تأكيد. يعني ذكرت ببداية الحلقة أن ربما قانون قيصر اليوم لا ينفذ إلا على المدنيين للأسف، يعني قاطرجي وغيره يسرحون ويمرحون ويأخذون الخيرات. بكل أحوال للأسف وقت انتهى والموضوع يستحق حلقات أخرى. شكرا لك الصحفي سامر الأحمد على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. من قال أن المواطنين أو المؤسسات الصغيرة من تستدين فقط؟ فالحكومات في كثير من الأحيان تستدين من الشعب ومن البنوك وتعطي ضمانات مقابل هذا المال، تسمى السندات الحكومية. فما هي السندات الحكومية؟ نتابع هذه المادة. السندات الحكومية
هي نوع من الاستثمار طويل الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها إلى الاقتراض لتمويل مشاريع قومية أو سد عجز الموازنة مقابل فائدة تحددها للمستثمر. أنواع السندات الحكومية هي أذون الخزانة وتنتهي خلال أقل من سنة، سندات الدين تنتهي في فترة تمتد من سنة إلى 10 سنوات، سندات تنتهي صلاحيتها في أكثر من 10 سنوات. ظهرت فكرة السندات الحكومية بعد الكساد الكبير بداية عام 1931. طرحت الحكومات المتعاقبة في سوريا منذ الثمانينيات من القرن الماضي عدة مرات سندات حكومية على العامة. إلى هنا حلقتنا انتهت. الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.